أهلا وسهلا بكم لدرجة جديدة نتعرف فيها على تقنية تمكننا من منع ظهور أو حذف أي جزء من أي موقع نريد. هذه التقنية سنتعرف عليها على متصفح فايرفوكس وأيضا جوجل كروم أو كروميوم، وهي بالتالي صالحة للتطبيق على أنظمة لينكس وأيضا أنظمة الويندوز. كمثال سنتعرف على كيفية حذف الإعلانات وقائمة الأصدقاء المقترحين على مثلا على موقع الفيسبوك. إذا نبدأ أولا بتثبيت إضافتين سنحتاج لهما، هما إضافة Adblock Plus وإضافة Element Hidden Helper for Adblock Plus. سأضع لكم رابط لتحميلهما أو تثبيتهما في وصف الفيديو على اليوتيوب والدرس الكتابي المرافق لهذا الفيديو على المجموع. بعد تثبيت الإضافتين ندخل على مدير الإضافات فايرفوكس الإضافات، ستظهر لنا هذه النافذة. ننتقل إلى الامتدادات، ندخل إلى Adblocks تفضيلات، وهنا نفعل هذا الخيار الإظهار في شريط الإضافات ليظهر لنا هنا هذه الأيقونة أيقونة Adblock Plus. إذا الآن نمر للتطبيق. أريد حذف هذا قائمة الأصدقاء المقترحين أو الإعلانات هنا أسفل. أيضا هنا أيضا قمت مسبقا بحذف ما يوجد هنا أسفل على الجهة اليسرى لموقع فيسبوك. إذا كيف ذلك؟ أقوم بالضغط هنا، تظهر لي هذه النافذة، أختار اختيار عنصر لإخفائه. تظهر لي هنا، لاحظ معي أنه كلما قمت بتمرير مؤشر الفأرة على جزء من الموقع يظهر لي إطار محيط بعنصر من ذاك الموقع، لأن كل موقع يتكون من عناصر متعددة متداخلة فيما بينها على شكل علب داخل علب. إذن هذا الجزء أريد حذفه، فأقوم بالتأشير عليه حتى أرى أنه تم تأطيره. أضغط فتظهر لي هذه النافذة من له معارف ومعلومات عن تطوير المواقع. المواقع سيمكنه معرفة معنى مثلا ديف وما هذا التسلسل هنا، لكن من ليس له أي معلومات عن تطوير المواقع يكتفي فقط بالضغط على إنشاء قاعدة فلتر. لاحظنا أنه اختفى ذاك الجزء. لو أردت حذف جزء آخر نفس الطريقة، أختار اختيار عنصر لإخفائه، مثلا أريد حذف هذا الجزء، نفس الشيء لإعادة إظهار العناصر التي قمت بإخفائها. إما أقوم بتعطيل هذا امتداد Adblocks على الموقع، مثلا تعطيل على فيسبوك، وأقوم بإعادة تحميل الموقع بالضغط على هذا الزر، أو أدخل على تفضيلات الفلتر. هنا سأجد الفلتر التي أضفتها، يمكنني الضغط يمين واختيار حذف أي فلتر أريد. لهذا يجب الانتباه حين أقوم بإضافة فلتر جديد، لاحظ معي حين أقوم بإضافة فلتر جديد مثلا هنا لهذا الجزء يكون له هذا الاسم. إذا لاحظ دائما الاسم لتعرف ما هو الفلتر الذي أضفت إن أردت فيما بعد إلغاءه. هذا على موقع أو على متصفح فايرفوكس. بالنسبة لكروم أيضا الإضافتين متوفرتين، لاحظ معي هنا مثلا فايرفوكس فيسبوك على كروم كروميوم أو جوجل كروم نفس الشيء. متوفرة أيضا إضافتين Adblock Plus وأيضا Adblock Plus Element Hidden Helper، يمكن البحث عنهما في كروم ستور. طريقة العمل بهما هي أني أقوم، سيظهر لي هذه النافذة أو هذه الأيقونة هنا، أضغط على Adblock Plus فتظهر لي هذه القائمة الصغيرة، أختار Block Element، وهنا نفس الشيء يقوم بالتأطير على الأجزاء المكونة للموقع. لو اخترت أضغط على نعم فيختفي ذاك الجزء. هنا مثلا تطبيق على موقع اليوتيوب حيث قمت بحذف الفيديوهات المقترحة. هنا أريد الإشارة فقط، مثلا من يستعمل فايرفوكس لكي لا يقوم بإعادة العمليات، إعادة إضافة الفلترات كل مرة، من الأفضل أن يقوم بإنشاء حساب كما شرحت في هذا الدرس كيفية استعمال فايرفوكس على لينكس والويندوز، وأيضا إنشاء حسابات فايرفوكس لكي تبقى
صالحة حتى لو قام بإعادة تثبيت نظام جديد. أيضا الفلترات تبقى صالحة بعد إعادة تثبيت النظام. إذا هذه هي طريقة حذف أو حجب أجزاء من موقع ما على حسب رغبتنا. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.